السلام عليكم أعزائي تلاميذ وتلميذات المستوى السادس ابتدائي، مرحبا بكم اليوم في درس جديد من كتاب الجديد في الرياضيات، ألا وهو الحجم والسعة وحدات القياس، والذي سنتعرف من خلال هذا الدرس على وحدات قياس الحجم ونتمكن من ربط بين وحدات الحجم ووحدات قياس السعة. نبدأ أولا بوحدات قياس السعة. لدينا الوحدة الأساسية اللتر، أما بالنسبة للمضاعفات الهكتولتر والديكالتر، وتبقى الأجزاء، أجزاء اللتر، الديسيلتر، السنتيلتر والميليلتر. مثلا 5 لتر تساوي 500 سنتيلتر، كيف ذلك؟ نضع رقم 5 وهو الذي يعتبر رقم الوحدات في الوحدة المناسبة لتر، ونضيف الأصفار إلى السنتيلتر. إذن 5 لتر تساوي 500 سنتيلتر. ننتقل الآن إلى جدول قياس الحجوم. إذن كما تلاحظون هذا الجدول التالي يبين لنا العلاقة بين وحدات قياس السعة ووحدات قياس الحجم، ويساعد على تحويل قياس من وحدة إلى أخرى. فهو يجمع بين وحدات قياس السعة ووحدات قياس الحجم. حسنا، ولنفهم أكثر كيف نطبق بعض العمليات التحويل على الجدول، نمر إلى التمرين الموالي. إذن التمرين يقول حول إلى الوحدة المطلوبة. لدينا 25 متر مكعب نقوم بتحويلها إلى اللتر، 125 لتر إلى سنتيمتر مكعب، كذلك 27 على 10 مليمتر مكعب سنقوم بتحويلها إلى المليلتر. إذن كما تلاحظون أن كل وحدة تنقسم إلى ثلاثة خانات. الخانة الأولى هي خاصة بالوحدات، الثانية العشرات، والثالثة المئات. إذن نبدأ ب 25 متر. رقم الوحدات هو 5. 5 نضعها في الوحدة المناسبة، متر مكعب 5 في الوحدات، 2 في العشرات. إذن سنحول 25 إلى اللتر. أين يوجد اللتر؟ هنا نضيف أصفار فتصبح 25000. 25000 لتر. بالنسبة ل 125 لتر، رقم الوحدات دائما 5. نضع رقم الوحدات في الوحدة اللتر، 2 في العشرات، 1 في المئات. 125 لتر نقوم بتحويلها إلى سنتيمتر مكعب، نضيف الأصفار إلى وحدات سنتيمتر مكعب، ستصبح 125000. 125000 سنتيمتر مكعب. 27 على 10، قبل أن نبدأ التحويل سنحول هذا العدد الكسري إلى عدد عشري. إذن 27 مقسوم على 10 هي 2.7، ورقم الوحدات هنا هو 2. نضع اثنان في مليمتر فاصلة 7 ونحول إلى المليلتر. نرجع بالأصفار إلى المليلتر ونضع الفاصلة. إذن ستصبح 0.0027. إذن هنا ينتهي درس هذا اليوم، ونلقاكم في درس جديد إن شاء الله.